رجعنا نتواصل من جديد اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان. وعلى ذكر النجم اكيد الملف الرياضي حاضر دائما باهم الاخبار في السوح الرياضيه والخضراء. داخل الاستوديو معنا المحلل الرياضي والكاتب الصحفي ايضا سهل احمد العبيد. سهل ازيك؟ صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الخير يا سهل. صباح الخير يا معتصم. حقيقه يعني المريخ انتصر بالامس بهدف في مباراه هي في ملعبه مع انه قيمه في الخرطوم. لكن قبل ما نمشي نتكلم عن المريخ بنترحم على مساعد المدير الفني لنادي الهلال الفاشر اللي رحل بالامس، وبنتمنى للبقيه افراد البعثه السلامه. يعني حادث كان مؤسف يا سهل. اكيد يعني حادث اليم يعني ادى الى انه يتعرض عدد كبير من اعضاء بعثه هلال الفاشر الى اصابات، ويمكن للاسف يعني ادت الى وفاه مساعد المدرب، نسال الله له الرحمه. آمين. والمغفره وعاجل الشفاء. آمين. للمصابين من هذه يمكن للاسف يعني يمكن حوادث اصبحت متكرره يعني. آمين. خصوصا حتى يمكن للناس المسافرين بشكل عام يعني. آمين. نتمنى انه يعني الناس البنيه التحتيه حتى يمكن عامل السرعه الزايده احيانا كثيره بيؤدي عربات ما جاهزه. نعم والله للاسف يعني صراحه هذا الامر يحتاج الى مزيد من الاهتمام من خلال مسؤولين في وزاره الطرق والجسور حتى يكون وضعيه الطرق امنه وتساعد على انه يتم تلافي مثل هذه الحوادث. بحافلة من عضبره للفاشر بحافله، يعني حافله من الحصبيزه للخرطوم صعبه. صحيح يعني للاسف يعني هي غير جاهزه لانها تنتقل لمسافات طويله يعني. نعم. انا اعتقد انه يمكن ايضا الظروف الماليه ما تساعد انه يتم تاجير باص كبير ويعني مريح لهذه البعثه، لكن في النهايه وحدث هذا الحادث ونامل الله يعني نامل في مقبل الايام انه يتم تلافي مثل هذه الحوادث. نعم. يعني حتى يعني صراحه الامر بيكون محزن جدا يعني صراحه يعني للاسف وفاة المساعد المدرب يعني اكيد عنده اسرته الصغيره يعني الامر بيكون محزن جدا، ويمكن غالبا بيكون له فتره طويله ما كان قريب من اسرته بسبب سفره المتكرر مع البعثه والمعسكرات. نعم. فاكيد يعني غيابه كان مؤثر، فما بالك الان يعني رحيله بشكل نهائي. يعني نعم الله له المغفره وانه يسكن فسيح جنات. نعم. هذه الحوادث قضاء وقدر، لكن في حوادث ثانيه مفتعله مثل ما حدث يمكن ليله امس بالاستاد، يعني مباراه الهلال والمريخ، مباراة ما اكتملت بسبب الشغب الجماهير الكبير. خلينا نتحدث عن الموضوع ده تحديدا لانه موضوع صراحة مؤرق ومتعب، وكنا بنتكلم على انه الروح الرياضية مطلوبة في فترة جديدة في سودان جديد، في شعب صنع ثورة سودانية مجيدة بيفتخر بها السودان واصبحت مضرب مثل لكل الشعوب العربية. فما حدث ليلة امس كان مغاير تماما شخصية الشاب أو الفرد السوداني. للأسف يعني صراحة أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا، يعني نحن ثورتنا كانت مسار حديث للجميع حول العالم، والجميع أشاد بها وأشاد بسلبيتها. لكن للأسف يعني يمكن ما حدث بالأمس يعيد الأذهان مرة أخرى مسألة التعصب الرياضي والإعلام وإسهامه في هذا التعصب. قبل المباراة كانت كل الإرهاصات بتشير إلى أنه هذه المباراة فيها حالة كبيرة جدا من الاحتقان، لدرجة انه مجلس إدارة نادي المريخ اتخذ قرار انه لا تلعب هذه المباراة في استاد المريخ، وتم تحويلها الى استاد الخرطوم. نعم. تفاديا لانه يتم تكسير الكراسي لاستاد المريخ كما حدث في مباريات سابقة. نعم. تحوطا من هذه الاحداث تم نقل المباراة الى استاد المريخ. الاتحاد كان بالضرورة انه يجب عليه ان يتشدد في مسألة الدخول إلى المباراة. شاهدنا أطفال كانوا موجودين داخل المباراة، وهذا أمر غريب جدا يعني أنه يتم السماح بدخول أطفال، خصوصا أنه في مباريات دائما هلال مريخ مريخ هلال دائما ما بيكون فيها. يا سهل، الأطفال في كل العالم، النساء والأطفال، يعني إحنا بعد الثورة زي ما قالت لينا العظيمة دي، صح أستاذاتنا ما مؤهلة لأنها تستقبل أطفال ونساء، لكن بعد الثورة العظيمة دي كنا نتمنى أنه الناس سلوك شوية يرتقي ويمشي لقدام. والناس ماتت، يعني الناس ماتت من اجل بلد، من اجل وطن، شنو يعني من اجل كره بتاعت بلاستيك ولا جلد يعني؟ يعني انا بفتكر انه يعني شيء مؤسف يعني ومحزن، وانا زول رياضي ما اول مره. نعم. ومن رخابي بقوله يعني، لكن حقيقه ما كنت سعيد يعني. صراحه يعني الفرحه بتكون منقوصه لانه الامر، وده ما انا ما بقصد هنا جمهور الهلال فقط، كل الجمهور الرياضي يفترض انه يرتقي شويه ويمشي لقدام عشان احنا ما نتقدم يا سهل. أكيد أكيد، يعني يمكن في ناس عندهم اعتقاد إنه بعد الثورة دي ما نجحت
انه اصبح اي شخص من حقه انه يعمل هو دايره. شاهدنا تفلتات كثيره حتى في كافه الدرجات، صح، اعتداءات على الحكام، ويمكن عدم وجود حمايه كافيه لهؤلاء الحكام، واتهامات كثيره للاتحادات بالتقصير في حمايه الحكام. وللاسف اتت بالامس الصوره السيئه اللي تكتمل بشكل اوضح للجميع حتى خارج السودان، تؤكد على انه التعصب الرياضي في فترتنا الحاليه اصبح في اوج خصوصا انه الاعلام الرياضي زي ما ذكرت في البدايه، نحن دائما بنحاول نتكلم عن انه الاعلام الرياضي خصوصا الصحف المكتوبه للاسف بتلعب دور كبير جدا مؤثر. وللاسف انه ما حدث قبل المباراه، حديث عن انه ألتراس والخلافات مع مجلس إدارة نادي الهلال ومنعه من الدخول، دي كلها كانت بتؤشر على إنه هذا الشحن الزايد الحادث في هذه المباراة كان يمكن أن يؤدي إلى أن يخرج الجمهور عن النص. وبالفعل بعد حالة الطرد التي قام بها حكم المباراة ضد اللاعب بوي لاعب الهلال، يمكن خرجت الجمهور، خرجت الجماهير عن النص، بدأت بحصب الملعب بالحجارة، أصيب عدد كبير جدا من اللاعبين، حتى يمكن السياج داخل الملعب تم خلعه في أكثر من مكان، في أكثر من منطقة. للأسف يمكن أيضا تعامل رجال الأمن مع هذه المباراة صراحة يحتاج إلى إعادة مراجعة. لا يمكن في أي ملعب من ملاعب حول العالم أنه في هذه الكثافة الجماهيرية أنه يتم إطلاق الغاز المسيل للدموع، خطر، يعني خطر كبير جدا، يعني قد يؤدي إلى وفيات. شاهدنا يمكن في حدث تدافع كبير جدا للخروج من الملعب، يمكن عدم السيطرة هو اللي السبب، لا يعني كان في تدافع كبير، بمبان مشكلة، صحيح. انت في منطقة مقفولة، يعني الناس ممكن تموت تطلع في بعض، يعني طبعا مشكلة. يعني دي كلها احداث كانت موسفة وسيئة، ونتمنى انها ما تتكرر مرة ثانية. نرجع للشأن الفني، المباراة فنيا سهلة، يا ريت تحدثنا عن المباراة فنيا. من ناحية فنية اعتقد المباراة كانت جيدة، خصوصا في شوط المباراة الأول. لاعبين انصرفوا إلى أداء المباراة بعيدا عن التشنج اللي كان حاصل في الإعلام قبل المباراة، وأدوا أداء شكله كان جيد جدا. المريخ تحصل على ركلة جزاء، نجح عبد رمضان عجب في ترجمتها إلى هدف تقدم، عاد الهلال مرة أخرى، ويمكن نجح أيضا من ركلة جزاء عن طريق اللاعب أطهر الطاهر أدرك التعادل. المباراة كانت تسير بشكل جيد حتى في شوط المباراة الثاني قبل تسجيل الهدف الثاني يمكن للاعب رمضان عجب اللي توج نفسه نجما لهذه المباراة بتسجيله لهدفين، وأيضا هو تسبب في ركلة الجزاء الأولى لمصلحة المريخ. أعتقد أنه من ناحية فنية كانت المباراة ممتازة مقارنة بمباريات قمة في السنوات الأخيرة من ناحية الناحية الفنية، حتى يمكن أداء الحكم. وأنا صراحة أحب أن أشيد في هذه السانحة بحكم المباراة، الحكم السموأل اللي اعتقد انه ايضا كان مميز في كافه القرارات اللي اتخذها في هذه المباراه، كافه القرارات كانت صحيحه. نادرا جدا انك تلقى حكم مباراه شجاع وفي مباريات ديربي وفي هذا الحال انه يحتسب ركلتي جزاء للفريقين، نعم. صراحه حتى حاله الطرد رغم انه المريخ كان متقدم ويعرف جيدا مآلات هذا الطرد، لكن هو اتخذ القرار السليم. لكن للاسف يعني عدم تقبل جمهور الهلال لهذا القرار هذا امر اخر، لكن حكم المباراه عليه ان يعطي كل ذي حق حقه، واعتقد انه السموأل يستحق الاشاده، يستحق التقدير على ما قام به في هذه المباراه رغم الضغط اللي كان كبير عليه باعتبارات الضغط والشحن الزايد اللي حدث قبل المباراه. نعم، طيب سهل في مثل هذه الحالات يعني ما هو مصير نتيجه المباراه يعني؟ نعم صحيح انه هو تم اعلنت اللجنه المنظمه انه عندها اجتماع طارئ ظهر اليوم للبت في وضع ما حدث من أمس من أحداث، لكن بشكل عام في مثل هذه الحالات دائما طالما الجمهور المتسبب في إيقاف المباراة بيتم احتساب المباراة للفريق الخصم. جمهور الهلال بالأمس هو من تسبب في إيقاف المباراة، وبالتالي ستحسب نقاط المباراة لمصلحة المريخ، سيحسب فائزا بثلاث أهداف نظيفة. عقوبات كبيرة صراحة أعتقد أنها ستكون على جمهور الهلال وعلى فريق الهلال بشكل عام من خلال عقوبات مالية، يمكن أن يتم أيضا معاقبة اللاعب عبد اللطيف بوي باحتجاجه اللي كان غير مبرر على حكم المباراة. لا ننسى أنه ممكن أن يتم منع الهلال في مباريات قادمة من أن يلعب بدون جمهور، وهذا أمر صراحة أعتقد أنه يؤكد على ما ذهبنا إليه سابقا أنه الإعلام وإسهامه في شحن الأجواء. أصلا دائما مباريات الديربي دائما بتكون فيها حالة شحن، فانت ما ممكن تجي وتزيد الشحن ده زياده، تولع بتولع الامور وممكن تخرج عن السيطره. نعمل انه يعني رغم انه اصابات صراحه حدثت في بعض اللاعبين بعض الجماهير حتى بعض رجال الامن، نتمنى انه
هذه المباراة أن تكون فيها تقييم بشكل عام، ولا بد أن يكون فيها عقوبات رادعة حقيقة، يعني المتسبب لا بد أن يعاقب عقوبات رادعة. لأن إحنا يعني يمكن في السودان من المشاكل الكبيرة جدا في المجال الرياضي العقوبات دائما خفيفة، وكل فريق بيفتكر إنه حيشيل النتيجة وانتهى الموضوع ويتكرر تاني نفس الاعتداءات. فلا بد من، خاصة إنه الآن الجمهور المريخ وفي الميديا أنت متابع عندهم رؤية في الاتحاد، إنه الاتحاد بيميل الاتجاه يمين واتجاه شمال في بعض الأشياء، يعني لابد انه القانون السعودي يا سهل. اكيد يعني العقوبات الرادعه دائما هي ما تكون سبب في انه تحد من ظاهره الخروج عن النص مثل من الجماهير. نعم. يعني للاسف انا مستغرب صراحه جمهور الهلال، يعني بالرغم من انه دائما نحن بنشيد به، وحتى جمهور المريخ في انه جمهور واعي بيحب اللعبه الحلوه بعض الاحيان حتى لما يكون مهزوم بيصفق للفريق الخصم. صح. لكن في الاونه الاخيره شاهدنا يمكن خروج اكثر من من مره في مباراة الوصل الإماراتي، وللأسف يعني حدثت أحداث كانت مؤسفة جدا للأمانة، تعادت وتكررت مرة أخرى في مباراة الأمس. نعم. وهذا الأمر يعيدنا مرة أخرى إلى النقطة الأولى، إنه إسهام الإعلام يجب دائما إنه يكون في رقابة قوية على كل الكتاب الذين يقومون بتشجيع الجماهير على إنهم يخرجوا خارج النص. للأسف الكتابات أحيانا كثيرة بتكون سيئة ولا تمثل الرياضة بصلة، بتحرك الجماهير بشكل سيء، وهذا الأمر يؤدي في النهاية إلى أنه الجمهور بشكل عام جمهور بسيط بيسمع وبيتقبل بالآراء الآراء السلبية دي. نعم. فممكن بسبب هذا الخسارة ممكن يخرج عن النص ويعمل يخرج بشكل سيء وشكل سافر أدى إلى أنه تتوقف المباراة ولا تكتمل كما حدث في مباراة الأمس. نعم. بنرجع لنا للناحية الفنية مرة أخرى. يعني يمكن ما قتلناه بحث، ما تكلمنا عن الشوط الثاني، ما تكلمنا عن اللاعبين، منو من اللاعبين الأداء المريخي؟ يعني البعض تكلم عن الديناميكية وسط المريخ، ضياء الدين كان رغم أنه عاد من إصابة، محمد الرشيد اللي أصيب بعد نهاية المباراة أصيب بواحدة من الحجارة اللي قذفت داخل الملعب. في كثير من الكلام الحجارة ذاتها دخلت كيف داخل السؤال؟ نعم، حتى سؤال فعلا يعني كيف دخل ليه يكون داخل الميدان يعني. يعني فالأشياء الفنية دي كلها يا ريت شوية تفتيش ذاتي مهم جدا. نعم. يعني دائما في الدخول إلى الملعب يجب أن يكون في تفتيش ذاتي. يعني تحمل آلة حادة، تحمل أي أداء مؤذية تؤذي، يمكن تؤدي إلى أنه يتم رجمها أو إدخالها داخل الملعب، أو تؤذي أي واحد من الجماهير اللي معك موجودين. صحيح. جنبك. لكن من ناحية فنية أعتقد أنه فعلا المريخ قدم أداء ممتاز، يعني قياسا بالتوقعات اللي كانت بتميل في بداية قبل المباراة لمصلحة الهلال بأنه أكثر استقرار فني، أكثر استقرار إداري مقارنة بالمريخ. لكن صراحة لاعبين في المريخ بيمتلكوا إمكانيات عالية. لا ننسى أنه معدل الأعمار أيضا بيميل لمصلحة. صحيح. المريخ صراحة معدل واضح لمصلحة المريخ. هذا الأمر ساعد أنه المريخ يسيطر على منطقة المناورة على مستوى خط الوسط، وجود أكثر من لاعب بيمتازوا بالمهارة وبالمراوغة وبالإمكانيات وبالسرعة. هذا الأمر ساعد صراحة المريخ في أنه يفرض سيطرته على المباراة حتى في شوط المباراة الأول، عكس الهلال اللي يمكن عنده ثقل في الحركة في خط الوسط، عنده مشاكل على مستوى خط الدفاع، ودي برضو بترسل رسالة لمجلس إدارة الهلال للجهاز الفني بتعديل الأوتار قبل الدخول في مرحلة المجموعات. لأنه الهلال إذا دخل في مثل هذه الوضعية يمكن أن يكون موقفه سيء جدا ولا يساعده على أنه يكون قادر على التأهل عن هذه المجموعة الصعبة، في وجود النجم الساحلي، في وجود الأهلي المصري، في وجود بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي. لكن ما في شك أنه أفضلية المريخ كانت واضحة في هذه المباراة من الناحية الفنية، وأعتقد أنه صراحة يستحق أنه يحقق النقاط الثلاث من خلال فوزه في هذه المباراة. وأعتقد أنه زي ما ذكرت في بداية الحلقة أنه رمضان عجب توج نفسه نجما لهذه المباراة بتسجيله لهدفي المباراة وتسببه في ركلة الجزاء الأولى. نعم. احنا بنقول ألف مبروك لفريق المريخ الفوز المستحق، رغم أنه الفرحة ما اكتملت زي ما ذكرنا بسبب انفعال الجمهور والحداثة اللي حدثت، ونتمنى أنه تكون دي آخر يعني حدث نتحدث عنه، حدث رياضي ما بيليق بينا ولا بيليق بمبارياتنا ولا بيليق بسودانيتنا نتكلم عنه. نتمنى أنه كل الجماهير أيا كان لون الرياضي أنها تتحلى بالروح الرياضية العالية، ده اللي احنا بنتمناه واكيد في السودان الجديد. شكرا سهل احمد العبيد. شكرا لكم وشكرا لكل الأستاذ المشاهدين. شكرا سهل.
شكرا لك. شكرا معتصم. اهلا ومرحبا. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان. انتهى مشوار حلقه اليوم صباح الشروق. شكرا لي اكيد الفريق الفني العامل كل العاملين في انتاج هذه الحلقه صباحا، وحتى جديد اللقاء في امان الله.